السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع السترينج. السترينج طبعا عنده أشياء كثيرة تقدر تعمل بيها، وبي عنده فانكشنات بكم هائل جدا. طيب سترينج احنا راح ناخذه بطريقتين إذا حبينا إنه احنا نعرف السترينج. فخلني نجي هنا نقول رايت كليك نيو اند سترينجز، راح اسميها حتى لا يتشابك مع اسم آخر في جافا. فهنا إذا أريد أعرف سترينج أقول له var my name مثلا أو name يساوي محمد. هاي طريقة احنا تعرفنا على سترينج. مو تقدر تستخدم الأوبجكت، يعني تقول له var new name يساوي a new string class تنادي عليه string، وفي داخلها تضع القيمة. على سبيل المثال غسان هالشكل. هاي طريقتين تقدر انه انت تعرف بها السترينج، وممكن ايضا تستفاد من الفانكشنات الموجوده في السترينج. يعني تقدر تقول له هنا كونسول، خلينا نقول دوت لوج، تفتح هنا خلينا نعطي مسافه، تقدر تنطي مثلا الماي نيم، لاحظ دوت، تقدر تعرف اللينث مالته، اتصور حروف محمد عيسى هو 8. فهنا اذا جينا قلنا كلير اند نود strings.js، لاحظ 8 هنا يطلع لك عدد الكاركترز اللي موجودة هنا. نفس الحالة بالنسبة للنيو نيم راح ينطيك 7. غسان متكون من 7، 1 2 3 4 5 6 7. ففي عنده فانكشنات حقيقة جدا جدا كثيرة ممكن تستفاد من عنده. ايضا ممكن في عندك فانكشن اخر كوبي مثلا، خلينا نقول عندنا فانكشنات كثيرة حقيقة. دوت ستارت ستارتس وذ، يبدأ ب مثلا، أقدر أقول إنه الماي نيم، الماي نيم على سبيل المثال أو النيو نيم يبدأ ب جي اتش، ويبدأ من الإندكس صفر، يعني أول قيمة راح تجي تبلش بها راح تلقى جي وبعدين اتش مثلا. خلينا نجي هنا نقول له انه بالنيو نيم ممكن تلقى جي سمول اتش، تحقق لي من عندهم. طبعا هذا يرجع لك بوليان. فشوف اول واحد انطاك ترو، فعلا يبدا بالجي و اتش ويبدا من الاندكس صفر، اول ما تبدا من الاندكس صفر هو جي. بس الثاني انطاك اياه فولس، ليش؟ لان الجافا سكريبت كيس سنسيتيف، يعني الكابيتال غير السمول. هذا ايضا جي بس هذا سمول، من اجى هنا قال لك لا هذا كابيتال، اذا مو نفس الشيء. في عندك ايضا فانكشنات اخرى مثلا ends with اللي هي ينتهي، يعني مثلا اذا جينا بغسان قلنا 0 1 2 3 اوكي، فنقول انه 3 ينتهي ب as او خلينا نقول مثلا AS بالكابيتال. هذا ايضا كيس سنسيتيف على فكره، نقول له بالاندكس 3. خلينا نجي نعمل سيف هنا ونجي نعمل ران اند، خلينا نجمع كلير اند نجي نعمل ران. لاحظ ايش ظهر لي هنا، ترو فولس ترو فولس او ترو فولس، وهنا ظهر لي فولس اب فولس. بالاندكس وين؟ بالاندكس 3، لان لو اجي احسب 0 1 2 3، لو اجي اقول له ss and save اعمل له enter again انطالي 0. خلنا ننطي له بالاندكس 4، لاحظ ايضا ينطيني false. ليش؟ لانه هو ما ينتهي بهذا. فاذا جيت قلت له 1 2 3 4 5 6 7 تمام، نقول له انه ينتهي بالسبعة على اي n مثلا، لاحظ انطاني شنو؟ true، انه غسان ينتهي بالاندكس 7 بالاندكس 7 ونهايته باي ان. اذا هنا على سبيل المثال عملنا هذا ايضا 7، هل ينتهي باي اس مثلا؟ راح ينطيني فولس. هل ينتهي باي ان بهذه الصوره؟ راح ينطيني فولس. ليش؟ لان هذا كابيتال. فمن تتعامل مع الفانكشن ايضا لازم تخلي في بالك انه دقيق في موضوع الكيس سنسيتيف، كابيتال يعتبر الشكل والسمول يعتبر الشكل. طبعا في عندنا ايضا الانكلودز، اذا نجي
في عندنا ايضا الانكلودز، اذا نجي هنا نعمل بيست لهذا، خلينا نقول مثلا هنا عندنا محمد عيسى بهذا الشكل، ماي نيم محمد عيسى، ونجي هذولا هذا مرتين تقريبا انا عملته كوبي، خلينا نجي هنا هذولا نعملهم كومنت. اوكي هذا var my name اخذه للاسفل هنا، and هذا اعمله uncomment. عندي شيء اسمه includes، includes يحتوي، عندي محمد وعندي عيسى، فراح اخذ عيسى بهذه الصوره واجي اقول له من يا index يبحث. طبعا اقدر ما اخلي اي قيمه هنا أنا بهذه الصوره، خلينا نعمل هذا بالسمول زين بهذه الصوره، اجي اعمل له run. لاحظ اثنيناتهم طلع لي false. لو اجي اقول له ابدا من index مثلا هنا، أنا اقدر احدد ال خلينا نقول default value منين يبدا يعمل عمليه السيرش، مثلا اقول له من 8، من 8 بلش اعمل سيرش، 8 index اعمل سيرش. اذا جينا هنا قلنا له run ايضا طلع لي false. لو نقول له 7 save ايضا طاني false. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. هنا نجي نقول له طبعا لازم لحظة نغير هذا my name بهذه الصورة، ونجي نقول له run. لاحظ اول واحد طلع لي true، ثاني واحد طلع لي false، هذا يحسب لي من الاندكس، يعني اذا قلت له هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 من 8 يبدي يبحث على كلمة عيسى وجدها موجودة. الثانية انطاني يا false، ليش؟ لان حرف الاي small. اذا هذا ايضا function case sensitive، اوكي هذا ايضا يعتبر case sensitive لازم اخليها في بالي. بلس عندنا function اخر اللي هو repeat، اذا هذا اخذنا عملنا comment بعدين نزلنا للاسفل عملنا paste، في عندي ايضا function اللي هو repeat يكرر، مثلا محمد هذا موجود هنا أنا. طبعا ياخذ value واحدة، هنا نقول له repeat تكرار، فنقول له save. فإذا جينا قلنا له run، لاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مرات كرر لي محمد. الريبيت هي أيضا تكرار. فانكشنات حقيقة كثيرة موجودة بالسترينج، ممكن تطلع على الفانكشنات كثيرة، هذا الانس with الفيكس أنا أكثرها يجيبها من أنا لكم، فالماتش مثلا، هذولا كلها فانكشنات موجودة في السترينج والدوكمنتيشن الخاص developer.mozilla.org. هنا تلقى ودائما يتحدث، دائما اعتمد عليها. هنا عندك الباد ستارت، ماتش نورمال، عندك الاندكس اوف، هذه كلها تتعامل مع السترينج فتقدر تستخدمها وتشوفها. لان حقيقه هي كثيره الفانكشنات مالتها نقدر نغطيها كلها، بس احنا بدنا نعطيك شلون تتعامل معاها، فتقدر انه انت تجي هنا هم من الدوكيومنتيشن تستفاد وتستخدمها بما يلائم مشروعك. لهنا احنا وصلنا لنهاية الدرس، نكمل وياكم ان شاء الله بالدرس القادم. مع السلامة.